مع ضيفي نور الدين مفيد الحموري محلل الأسواق المالية. نور، أنا ذكرت أنه في غشاوة عم نلتهي فيها شوي، بيانات حلوة يعني يا إما أفضل من التوقع يا إما ضمن التوقع، يعني يبدو أنه في إنفاق استهلاكي منيح والدخل كويس وإحنا بخير، طب ليش بيحاولوا أنهم يلهونا بهالبيانات؟ كما ذكرت بالسابق أنه أؤمن فعليا يعني جدا بالأرقام الأمريكية، حتى أرقام البطالة يعني على الأقل، أو الحديث عن أنه تحسن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بدليل أنها انخفضت من 10% إلى 7.3%، لكن هذا الانخفاض ذكرته أكثر من مرة هو لا يعتبر بسبب إضافة ما يكفي من الوظائف لتخفيض معدلات البطالة، إنما هو انخفاض في نسبة المشاركة في سوق العمل. يعني أنه بكلمة أخرى أنه هو فعلا انكماش بسوق العمل، ينخفض عدد الأشخاص المشاركين في سوق العمل، ينخفض الإحصاء لتنخفض أيضا معه نسبة البطالة. هي من ناحية الإنفاق الاستهلاكي الأساسي والإنفاق الاستهلاكي العام في الولايات المتحدة الأمريكية أتى ضمن التوقعات، يعني 1.3 و1.2، لا يعتبر هذا التغير الكبير، هذا إن كان صحيح مرة ثانية. نفس الشيء شهدنا تعديل لأرقام ثقة المستهلك الأمريكي من جديد إلى 77.8، كانت حوالي 81، متوقع أن تنخفض إلى حوالي 80. التعديلات التي تحصل حتى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة بقيت عند 2.5. شو البيانات اللي بتهمنا لازم علشان نحكي أنه حيتحرك الفدرالي؟ ليتحرك الفدرالي لسوق الوظائف على الأقل. الأسبوع الجاي حيكون مخيف عنه، مرعب. وبالتأكيد، لكن إذا حصل government shutdown الأسبوع الجاي ممكن أن لا يتم الإعلان عن أي أرقام وظائف. فيها شوية خربشة على الدولار. نعم، الرسم الواضح هو نفس الشيء، شهدنا فقط في الأسبوع الماضي بشكل واضح انخفاض عقود الشراء أكثر شيء على الذهب، وارتفاع عقود البيع. نعم. بالضبط على الذهب، عفوا، على الدولار، على الدولار الأمريكي بشكل عام. نعم، وهذا طبعا ما ادى الى النت الى العوده الى تقريبا قرب مستويات الصفر. طبعا بالعاده لما تكون النت او اللي هو الفارق ما بين الشراء الى البيع ما دون مستويات الصفر في الماينس، بما معناته ان هناك الاكثريه اصبحت بيع اكثر ما هي شراء. نفس الشيء في عند الجنيه الاسترليني بعد اللي حصل خلال الاسبوع الماضي وحديث كارني عن انه لا يرى هناك ضروره للتيسير الكمي، شهدنا فعليا النت الان من السلبي بدانا مره اخرى ويبدو انه كمان في الاقتصاد الملكي حينتعش، لانه عندك بحكي لك شوف الاسترليني حركته. هلا الجنيه الاسترليني بالتاكيد شهدنا الانخفاض، كان أولاً عندهم افضل من الربع الاول، الربع الثاني عمل دبل تقريبا. بالتاكيد انخفاض في عقود البيع اولا على الاخر اسبوع، لانه البيانات أسبوعية. النت عدنا مرة أخرى إلى فوق مستويات الصفر، شاهدنا كنا في انخفاض كتير سريع لما انخفضنا من 1.60 إلى حوالي 50، لكن الآن يعني عودة للشراء مرة ثانية والتخلي عن عقود البيع، هذا ما يؤدي إلى النت بأنه عودة الارتفاع. وبالإضافة حتى إلى أنه إغلاق الجنيه الاسترليني الأسبوع الماضي كان في عندنا خط اتجاه مرتفع على المستوى الأسبوعي على المدى الطويل كان مكسور يعني نحو الأسفل، الآن عاد الجنيه الاسترليني مرة أخرى الارتفاع فوق اللي هو عند مستويات 1.60. طب نور، مين فرصه اليوم يشتري على الدولار وهو ضعيف؟ في قوة شراء، يعني احنا شفنا الشارت قبل شوي أو الرسم البياني حول الدولار، مين اللي لسه شايف أنه الدولار ممكن ينشر عليه ويرجع ينباع إذا صار في عندنا فرص تحسين؟ يعني على الأقل الين إلى الآن ملاذ آمن إلى الآن، لكن فترة قصيرة جدا، يعني 4 جلسات على الأسبوع الماضي. بالتأكيد لن تكون هذه الفترة الكبيرة أو أنه يكون في عندنا تغير كثير كبير، لكن من جهة أخرى لازلت أفضل أيضا من جديد في الوضع الحالي اللي إحنا فيه، ونرجع بالتاريخ بالذات لأسبوع سقف الدين، الرنجت الماليزي اللي طالما كان أفضل العملات أداء في فترة. بس نسبة السيولة اللي موجودة في سوق الفوركس أو العملات توزيعها بسلة العملات للدولار بتروح أكثر لليورو، وين شايفها هلا توزيعها؟ هلا في الوقت الحالي أعتقد أنه اليورو الجنيه الاسترليني أكثر شيء، الدولار الأسترالي والنيوزيلندي أكثر من أي شيء آخر، عندنا كمان حتى الدولار الكندي بالرغم عم نشوف هناك نوع من الضعف في الفترة الأخيرة، لكن الدولار الأمريكي سيعاني من جديد وممكن أن تستمر المعاناة حتى نهاية العام المقبل. والإشي الأهم أنه أي أرقام اقتصادية سلبية ايا كانت ستعطينا من جديد استمرار للاسواق بانه او الحديث مجرد الحديث عن انه لن يكون هناك في تخفيف للتيسير الكمي سواء الان او بعد حين. طب احنا بنخاطب جمهور اما يعني ثقافته الماليه عاليه جدا، وفي اشخاص يعني مثلا انا صادفتني ستات بيوت انه حاطين يعني مدخرات لهم في البنوك بالعملات الوطنيه. صحيح. مقومه في الدولار. صحيح. فبحكوا لي يا بنيتي حول دولار ولا لا، يعني نعم. سألت هالسؤال وأنا صحيح. رفضت الإجابة لأنه دائما العملات إذا مقاومة في الدولار فهي محية تحركها تراجع وارتفاع عليه. ما بدنا نحكي نصيحة، لكن للمتخوف جدا أنه يبقى على عملته المحلية
ويرغب في نقلها للدولار أو العكس، شو لازم نحكي؟ أنا لا أفضل النقل إلى الدولار، أنا لازلت أتوقع أزمة قادمة خلال الأشهر المقبلة، تكلمنا عنها في CNBC اللي هي أزمة فقاعات السندات، شاء أم أبى، سواء كان الفدرالي سيقوم بمزيد من التيسير الكمي أو تخفيفه أو وقفه، في الحالتين سنصل إلى أزمة جديدة حذرنا منها منذ زمن. هذه الأزمة فيما لو حصلت، وهو بسبب طبعا الدين الأمريكي أيضا واستمرار الاستمرار برفع سقف الدين، ممكن أن تؤدي إلى ما يسمى بدولار ديفالويشن، اللي هي اللي شهدناها أيضا على مدار التاريخ، بأنه تخفيض قيمة العملة الأمريكية. إذا بالودائع الدولار عليها بتدفع حتى أمام، بالتأكيد حتى أمام حتى أمام كل العملات العربية، العملات العربية ستكون من أسوأ العملات تداولا فيما لو حصل، فيما لو حصل. لكن من جديد التخوف من أنه الذهب فقد بريقه، أو أنه الذهب لم يصبح ملاذ، لم يعني فقد بريقه كملاذ آمن للمستثمرين سواء الذهب أو الفضة بنفس الوقت. على شهرين من هون لديسمبر، على شهرين لازلت أشتري الذهب، لازلت أشتري الذهب. مستويات 1180 ذكرتها منذ أن وصلنا إليها، ممكن أن تكون القاع الأخير للذهب قبل أن نعود إلى مستويات تاريخية. ما نزعل إذا صار 1300 نصبر عليه شوي. بالتأكيد أنا لازلت أرى أنه 1180 على مستوى السايكل حتى اللي هي يعني الدورة حياة الأسعار الذهب لم نشهد على 12 سنة عم برتفع، هل تذبذبات محدودة؟ الانخفاضات الحاليه اللي شهدناها كانت طبعا بسبب قبرص، اولا ما حصل في قبرص، اولا التخوف مما انه ما حصل في قبرص سيطبق في اي دوله اخرى بانه يتم وقف الودائع وممكن ان يتم هناك تسهيل بعض الذهب، لكن على المدى الطويل لا يمكن ان نصل الى مرحله نقول انه الذهب لم يعد ملاذا امن. السؤال إذا في حد بيقدر يعطينا جواب عليه، اللي هو ما هو البديل عن الذهب للبنوك المركزية قبل أي شيء آخر؟ لا يمكن البنك أن يقوم ببيع الذهب ليشتري أو يخزن بدل الذهب ألمنيوم أو بلاتينيوم أو بلاديوم. طيب شو هلا؟ فالاستمرار من جديد بأنه شراء الذهب حتى مع الانخفاضات فيما لو حصلت الفترة المقبلة، بغض النظر سواء شهدنا طبعا مرة أخرى في أكتوبر عندما يكون أو يقوم الفدرال الأمريكي ب30 الشهر بالإعلان عن أنه لن يكون هناك في تيسير كمي، بالرغم من أنه هناك العديد يقول أنه في تيسير، في تخفيف التيسير الكمي، لكن مجرد أن يعلن مرة أخرى للعالم أنه لا هناك لتخفيف تيسير الكمي، ال 1500 دولار لن تكون بعيدة، وممكن أن تكون سريعة جدا كما حصل خلال خلال الاجتماع الماضي. خلال الاجتماع الماضي كانت أسعار الذهب تسعر عدم وجود لتيسير كمي قبل 4 دقائق من 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 إعلان فيدرالي. كنا عند 1290، شهدنا ارتفاع 1317 قبل 4 دقائق. بعد الإعلان عنه شهدنا ارتفاعات ل 1430. طيب الذهب بيضل ذهب زي ما بيحكوا، بالتأكيد وهم حرين المستثمرين، احنا بنعطي نصائح حسب صحيح خبراتنا المتواضعة جدا. أشكرك دائما نور الدين مفيد الحموري، محلل الأسواق المالية، على إثر هذه الفقرة. شكرا جزيلا.